السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هيكون التاسك المطلوب مننا إن أنا إزاي أقدر أتحكم في تشغيل 3 أحمال بالتوالي، بس الفصل يكون بالتوالي بس من الناحية العكسية. يعني إيه؟ يعني نص التاسك أو يعني نص التاسك بتاع الفيديو ده هيكون زي اللي موجود في الفيديو اللي فات، اللي انا ازاي اقدر اتحكم في تشغيل 3 احمال سيريز. يعني عشان اشغل الحمل التاني لازم اكون مشغل الاول، وعشان اشغل الحمل التالت لازم اكون مشغل الحمل التاني. طيب ايه النص التاني من التاسك؟ النص التاني اللي انا لما اجي اشتغل في عملية الايقاف انا مقدرش اوقف اللود التاني غير لما افصل ايه اللود التالت، وعلشان افصل اللود الاولاني لازم افصل اللود التاني. يعني عملية التشغيل مثلا هتكون ماشية من الشمال لليمين، وعملية الايقاف هتكون عكسها ماشية فيه من اليمين للشمال. ده التاسك بتاعي. طبعا انا اول جزء شرحته في الفيديو اللي فات اللي انا ازاي اقدر اتحكم في تشغيل 3 أحمال سيريز. طبعا هما مش 3 بس، انت ممكن يكون عدد الأحمال بتاعتك دي عدد N من الأحمال، وإن دي بالنسبة لك من 0 لإنفينيتي، يعني حسب ما التطبيق يطلب معاك. فزي ما شرحت قبل كده، وهتكون دي الفكرة بتاعة التنفيذ بتاعه بتاعت أول جزء. تعالى بقى نشوف إزاي هنقدر نفكر في الجزء التاني. انا لما اجي اشغل الدايره مثلا، خلينا في الموتور 1، انا وظيفه المفتاح الستوب اللي انا لما اضغط عليه هيفصل لي الدايره بتاعتي. يعني ايه هيفصل الدايره بتاعتي؟ بمعنى اصح اكتر، هيفصل التيار عن الكونتاكتور الخاص بتشغيل اللود بتاعي. فانا كده كل اللي انا عايز اعمله ان انا اخلي المفتاح ده ملوش استخدام او ملوش لازمه في الوجود، في حاله ان انا جيت مثلا اوقف الموتور الاولاني قبل التاني. يعني اللي انا عايز اعمله اللي خلي المفتاح ده ما ملوش يعني وظيفته او وجوده زي عدمه، بس في حاله ايه، في حاله الاحمال اللي قبليه شغاله. يعني انا لازم عشان عايز اخلي المفتاح ده ملوش وجود في الدايره بتاعتي في حاله ان الموتور التاني لسه شغال، وكذلك مفتاح الستوب ده ملوش لازمه في الدايره بتاعتي في حاله ان الموتور التالت لسه شغال. طيب هنشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. كلمه ملوش لازمه اللي انا قلتها دي، فأشوف إيه لازمته الأول. هو العادي بتاعه اللي هو بيكون في الوضع الطبيعي كده اللي هو مالكلوز عشان يوصل طيارة، فلازمته أو اللي هو بيعمله اللي هو بيفصل الطيارة. فأنا كلمة ملوش لازمة معناها هنا إن أنا لما أجي أفصل الطيار هيكون يعني الرد الطبيعي بتاعها إن أنا أكون موفر مسار تاني للطيار. فأنا كده لو وفرت مسار تاني للطيار من عن يعني خلال النقطة دي أو النطاق اللي هو موجود فيه البوش بوتون بتاعي بتاع الستوب، أنا كده خليته ملوش لازمة. يعني أنا كده أعتبر حليت المشكلة بتاعتي. فحل المشكلة بتاعتي فعلا هيكون كده، ده هو هيكون عبارة عن نقطتين تلامس من النوع نورمال أوبن، هوصلهم بلبل على مفتاح الستوب. وهتكون النقطة دي من الكونتاكتور T3، والنقطة دي من الكونتاكتور T2. فأنا كده اللي عملته إن أنا لما جيت شغلت الموتور التالت
النقطة دي قفلت معايا، فأنا كده عندي مصاريف جه موجود التيار، مسار بيمشي فيه مفتاح الستوب، جه المسار التاني بيمشي فيه النقطة بتاعة الكونتاكتور كده تلاتة، ونفس الموضوع هنا بيمشي في مفتاح الستوب والنقطة بتاعة الكونتاكتور كي اتنين. فالمفتاح ده هيكون يعني هيكون متأكتف وأقدر أستخدمه في حالة إن النقطة دي مفتوحة، وكذلك الأمر هنا في حالة إن النقطة كي تلاتة دي مفتوحة. طبعا عشان النقطة كي اتنين وكي تلاتة يكونوا مفتوحين لازم يكون الكونتاكتور بتاعهم مش شغال. فده كده يعتبر قدرت أعمل التاسك اللي هو كان مطلوب. فأنا علشان أشغل الموتور التالت لازم أكون مشغل الموتور التاني، وعلشان أشغل الموتور التاني لازم أكون مشغل الموتور الأول، وده اللي أنا عملته هنا. فأنا كده قدرت أوفر مسار للتيار، وقدرت هنا أوفر مسار. طبعا عملية الإيقاف مش هتكون، لأن أنا مش عايزها منفصلة، لأ ده أنا عايزها معتمدة في التشغيل، اللي هي يعني زي ما قلت قبل كده ان انا الايقاف بتاعي يكون ماشي من اليمين للشمال، والتشغيل بتاعي هيكون ماشي من الشمال لليمين، يعني عكس بعض. فطبعا لما اجي افصل هنا هيكون عندي مسارين للتيار، فطبعا انا فصلت مسار، بس المسار التاني موجود اللي هو من خلال الكونتاكتور كتنين، ونفس الامر هنا المسار موجود من خلال الكونتاكتور كتلاتة. فانا عشان اقدر افصل اتنين لازم افصل تلاتة، فالنقطة دي فتحت، فأنا كده عندي مسار واحد بس للتيار اللي هو من خلال مفتاح الستوب. فبمجرد الضغط على مفتاح الستوب اللي هو عشان يفصل الدائرة أقدر أفصل منه الدائرة بتاعتي، فأنا كده قدرت أفصل الموتور التاني، وكده أقدر أفصل الموتور الأول بتاعي، وبكده أكون خلصت شرح الدائرة دي. اللي انا ازاي اقدر اتحكم في تشغيل وايقاف عدد معين من الاحمال. انا هنا هو ثلاثة، هنا انا عامله ثلاثة بس ممكن يبقوا اتنين، وطبعا ممكن زي ما قلت قبل كده اللي هو يوصل لعدد لا نهائي من الاحمال بتاعته. بس طبعا هو هيكون عدد لا نهائي، ما فيش حاجة اسمها انفينيتي، انفينيتي في غدا، بس العدد اللانهائي بتاعك هيكون طبعا معتمد مش بنسبة كبيرة، يعني هو اصلا معتمد على الباور اللي واصل للمصنع بتاعك، فده طبعا اللي بيحدد عدد الأحمال اللي جاية لك أو عدد الأحمال اللي أنت عايز تعمل فيها كنترول. فطبعا من زيرو لغاية ما النهاية اللي أنا قلتها دي هي يعني رياضيا صح بس كهربيا غلط، لأن عشان تقدر تنفذها كهربيا لازم يكون عندك الباور اللي يقدر يديك تغذية لكل الأحمال إن اللي عندك. قدرت تتوفر الباور اللي تعمله أو عشان تقدر تشغل اللود بتاعتك، فتقدر توصل لعدد إن اللي أنت عايزه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.